ayette 56'a tefsir-i keşaf Allah-u Teala bir ayette hanıda ve lekad arraynahu ayatina kullaha fekezzebe ve eba. Me muhakkak da nişandayın be firavun ve nişandayın evi çatıştık Hazreti Musa veka bastonu khu veka deste khu ve nişandayın akı firavun be çavdi ve yavud ev tıştık Hazreti Musa gojera mucize ku peygamberi bereji tıştık atıbun لسر دست پیغمبر بری او جرا گوت بو یعنی بزاد داینا زانینه یا بدیتنا داینا دیتناوی ما تمامی پیدا زانین ما پیدا دیتن تکذب ارعون تکذیبا وان معجزا کر و ابا منع بوج قبول کرنا وان بری خوشی الباخص وان معجزه ما قبول نکرد. اریناهو فلاد به اریناهو مدان نشانداین بوی بسرناهو بچعب شتی کدی او یاجی عرفناهو صحتها و یقنناهو بیها مد پیدا زانین صحت آوان معجزه هانه او چطه که حضرت موسی او معجزه که ددان نشاندان به فرعون فرعون دزانه بوان تشته هانه صحیحن و یقینن پی ده قلبی ویدا جیوه صحت آوانا هبو یعنی که حضرت موسی تشته کهانیه او معجزه که نشان داده حق ای پکی پشتی که زانبو و یقینن زانبو و ددی و چما ایمان به ندانیا چما باور ندکر و اینما کذبه لظلمه یعنی سبب تکذیب فرعون جوان معجزه هانه را جو ظلم فرعون انظر بيات اشتكي هي كقوله تعالى وجحدوا بيها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بيها انكار كرن وان اياتها واستيقنتها انفسهم نفس وانجي بيقين دزانبو كوان اياتها وان معجزها يقينا دزانبو كوان اياتها وان معجزة حقا لكن انكار وان جبو تشبو ظلمان جو ظلم وان بو و علوان شتكبر شكبر وان بو آيات نمل سورة شاردة آيات كدن دا دي سوا قول تعالى قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب قال لقد علمت ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر محقق تدزاني نازلناك وان تشتهاني وان معجزهاني وان تشتكو تدبيني إلا رب السماوات والأرض أنجح أو خالق أرض وآسيمان وان تشتا نازل دكا وبصائر البرچعوا دديتن بوا أشد ونت البرچعوا وان دبينن معنى أريناهو به وی هوای تفسیر کر امام زمخشری و فی قوله تعالی آتین آیاتینا کلها ادا نشاندائین بوی تمام آیت خود او آیاتینا که خود وجهان شکلا معنی کرنه مفسره احدهما یک جوان این يحزي بهذا التعريف الإضافي حسب تعريف باللام اف تعريف اف آياتنا يقو بإضافة آتية تعريف كرن عيني وكا كو بألف لام هاتبة تعريف كرن يعني
آيات لبردا بإضافة هاتية معرفة كرر وكاكو أب آيات ما بإلفلام هات بتعريف كرر يعني لو قيل الآيات كلها يعني وكاكو الآيات بإلفلام بطا تعريف كرر أيوة شغيب قلت أعني أنها كانت لا تعطي إلا تعريف العهد فالطاكو آيات ما بألف لام الآيات ما بخندا أو لا تعطي إلا تعريف العهد وشغل معرفات بو أو ألف لام السربي ألف لام عهد وشغل معنى شاشد بو لا تعطي إلا تعريف العهد والإشارة لا تعطي إلا الإشارة إلى الآيات المعلومة التي هي تسع الآيات المختصة بموسى عليه السلام يعني أو آياتك أم تزانن أو آيات دلي أو آيات معلوم أو إنها آياتك خاصة وان على وان معجزة كخاصة بحضرة موسى عليه السلام أكي وان آياتك نا العصا آيات بريد أشخو در باسبو باسطون حضرة عيسى واليد دست يكو در تطو دست يكو قال الله بشتبه فلق البحر أطندنا دنزي جهر والحجر حجر اشتي هاتبر أوامن وخضات آيات الردبي فضري بعصاك الحجر وفنبجست منه إثنت عشرة عينا أوجي معجدك بو يعني او که خستن از باستون خلوی کبری و ده جیاب آیری آب جه درکت دانش جه درکت و الجراده و هاتنا کلی ها بسر بنو اسرائیلی ها دا لسرعت وان دار وان لتشت وان دا دانیان او تف دخارم پا کرد و القمله قمل جی تبي تكتن جانا إنسانا بري بين إنسان دقارن أو جد ما بويجي حطنا امتحان كرن بل إسرائيل ودى فاضعة ببقى حطن امتحان كرن ودم بخيني حطن امتحان كرن ونجي بدأ وارحال ده تي او کرن جار کی خوین دمش پوز وان داد یا او خوین سر وان داد ماریا و نت قد جبلی و بلن کرنا شیا بسر وان دا یعنی دبنی دا طیبی دبید دبر دا ذکر حجر و ندخل جبل دنا وان نه معجزات دا نه مناسب دبر دا ذکر کرنه دا دو سوان دا دو راخلغی و دو طوفان قاتن امتحان کرن دبی او دو سوان هر دیا دا بانا دا خوش بود یعنی وان هر دیا پشتی فرعون چیه هیلاکه هیجا منو اسرائیلی پی هاتنه امتحان اذا بح اريد خو فطري بي عطاك الحجره باشي بيه و هنا قل جبل ندخل جبل شي بشتي تبي وانا بشتي اوي بنا بشتي في العام بنا تبي وانا دنا وانا دا ذكرنا كرات ها مناسب من في رأيت محمد بن كعب التمس التمس وأما الحجر وندخل جبل فغير مناسبين لأنهما من الآيات التي اختصت ببني إسرائيل بعد إهلاك فرعون أذيائك أجل كم بيشن آيات ما بإضافة هاتية معرفة كرن وهر وكي كب ألف لام هات بتعريف كرن وبو تعريف عهد والثاني وجه الدويا أن يكون موسى قد أراه آياته
اوه كو موسى داين نشان داين بفرعون معجزاته خو او معجزاته كل سر دستي وي خدام يسر كربو بيدا نشان دان وعدد عليه ما اوتيه غيره من الانبياء من اياتهم ومعجزات و جمارت حضرت موسى جفرعون را او تشتي كو هاتيه داين جغيري ويش بيخنبر عراق يعني بي حضرت موسى ايكوش بيخنبري بر يوير عاطبو داين حضرت موسى وان معجزاجي تك تك جفرعون را جمار ما اوتيو غيره من الانبياء من اياتهم ومعجزاتهم وهو چونك موسى عليه السلام نبي صادق بخمبر كي راستوها لا فرق بين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به فرق بنا بين او تشتك ويبدا نشان داين بفرعون او تشتك وش بخمبر داري معجزة وان اتصادر بنا جوان وان دابل جمارت وان جمارت با او تبش فرعون را فرق بنا بين وان داتنا يعني ها قو ها نشان دا فينك بيخمبر صادق ديجل وانا فكذبها جميعا فرعون تمام معجزة چه اكو موسى عليه السلام نشي ويدا چه اكو خبر داش بيخمبر بره تمام وانا تكذيب ك وأبى أن يقبل شيئاً منها منع موسى فرعون كنت تشتكي جوانا قبول بك يعني منك قبولنك وقيل قيلك قلت يا معنوي أوى فكذب الآيات فرعون تكذيب آياتك وانا عاش دروي وأبى قبول الحق حقي يجي منع بقبول نكر حقي قال جواب فرعون جموسى عليه السلام را أبشي قال فرعون قو أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى يعني خيطها تجم مجبوك تجعر داما بسحرا خوما در بخي تجوي بلدا ما جوي مملكات ما بسحرا ما ودر فما در بخي يا موسى وما اصلا دا فرعون باش تزاني بوكو ويا نا سحرا چونكي كو سحر فسحر باز كي نكارا قرال المملكات كي جعر ديني دي درخا وجرا غالب وار اذیا ساده آلگی کی بو یعنی جبو چورا خو جبو دورا خو هم آلگی کی بوان بده او کرن وقت موسا سحر دکه و انا کد بیشه جبی گوتنا فرعون و یلوح من جیب قولیه تی فهمه تی خویا کرن جکورا گوتنا فرعون کد بی اجیتنا لی تخرجنا من عرضنا بی سحری که یعنی وقتا همه رو گوتنه تفکر بکه ده کربونه و گوتنه هانه دا اویا خویاد که چه خویاد که؟ خویاد که که ان فرائسه کانت ترعد خوفا مما جاء به موسى علیه السلام یعنی قلبی وی سنگی وی کانت فرائسه ان فرائسه کانت ترعد ده ترسیا تی ترمید که تی دل رزی جه ترسا او تشتی که موسا علیه السلام به هاتبو او دگو ای چما بکی فرعون ده ترسیا لی علمه و ایقانه انه على الحق شبو زانی ناوی او یقینا زانی ناوی کد زانبو حضرت موسا لسر حقیه و دیگر وی حقیه جی کی برا خو جی ظلم خو حقیه قبول نکرد آجوی تو ترسیا و ان المحق و دزانب و اوی کو حق لیه این ای حق لو اراد قود الجبال
لنقادت له. اگر که بخوزه انسان حقلی چیا یا باجو لنقادت، یعنی لنقادت الجبال له اچیا امری جیبینن اجرا سرید تاو، یعنی محیق دبرده خدایا یا نه؟ ناقد به لعلمه و ایقانه على الحقی که موسای انه على الحقی؟ انه محیق له؟ بله تمام که موسای راست، یعنی که زانب و موسا تشتید به حق کرد بوی حجوی حقی یا موسا در ترسی ها و زانب و اوی که حقلی به اگه با که چیا یا بده اشیا خو باشو ای چیا جرا اطاعت سخون یک کمه و ان مثلهو و اوی وک یا لذلیت لفی خمبر کی وقتا وقتر سید آنه شام بده لا یخزلو او نای زلیل کرن او نای حشر زلیل کرن. خزر تبکه توفیقه یا یعنی دست آلیکاری خدا جنای کشاندن، یعنی خدا به او برناد ولا یقلو ناصرو او یاردب جیویشی کم ننن هندک ننن هندک نابن، یعنی که اگر حقی ورد میدان خویا بکن ما حقا خیف یاردم حقیه بکن ایف بردن هندک نب لا یخزل ولا یقل ناصر من و انه محیط غالبه على ملکه لا یا و انه موسا غالب غالبه على ملکه لا محالتا يعني موسى غالب يسر ملكه بوره محقه وأن المحق وأنه غالب، يعني موسى غالب على ملكه على ملك فرعون يعني لا محالة بذياد كسب ظانب يعني جبرك معجزة موسى نسحر بردويجي باش ظانبه ظانبه كأي موسى غالب وره لسر في قراليتاوي لسر في ملكاته وقوله بسحرك قول موسى شي فرعون كو اجيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك ابيا تعلل وتحير يعني تبدا حيرتك هي شوى موسى باوریه و تشتکی اوک ای چه دبو؟ نه یعنی اگر که تحییر نبه و ایلا فکیف یخفا علیه چوا خفیه لسر فرعون چوا فرعون نزانه ان ساحران سحر باسکی لا یقدرو ان یخرج ملکا مثله من ارض، يعني فكيف يخفى عليه شو خفيه لسر فرعون ما ممكنه نه ممكنه نه خفيه لسر ويك وان ساحرا انسان كي سحر باز لا يقدر بجو قوته ويتنا ان يخرج ملكا مثله من ارضه. اقرا لك ملكك او انسان كي دعوى قضاتي بك سحر باز كي نكار ويش سر ملكي ويش عرضه ويبدا دار خسته هو يغلبه على ملكه وغالب ورا السروي قرالتيا والسروي ملكيتاوي استحري كب السحري لا يخفى أبيا على فرعون من أوقع من ذلك إيه بس أصابك الله خيرا كثيرا أمانتي خدا هفال تشتكي كب برسن ببيجن هبا يعني دري دري دا از ببيجن ملا رجل تعلل التحيري تعلل تكلفية يعني ناكو برا فرعون زانكو سيحرة فلان شبونا تعلل يعني تكلفة حيرتها كأنه حيرة مايا يغصى حيرتنا مايا يعني يعني هذا وكا خزور لا مش دكاجبوك بجابيات سيحرة زانا ناسي حيرتها خوصة ددني شاندان يعني كأنه يعني سبب ان قبول كنا من
يعني علت أبا جبوك السحرة هل مثل صارت ابن السحرة جي تعلله يعني التكلفة أسألكم الله خير كثيرا ونعمانتي خدا بن شغا وخوش بخاطري بن